وفي مدينة مسقط تلتقي الأجناس المختلفة كما تلتقي في مدينة مطرح المجاورة لها والتي تبعد عنها حوالي ميلين، وتعتبر من أهم مراكز النشاط التجاري في عمان. وتحتفظ مدينة مسقط بطابعها القديم، وذلك للإبقاء على معالم البلاد التاريخية والمحافظة على تراثها القديم وصناعاتها اليدوية التي اشتهرت بها كصناعة الفضة والنحاس. ولقد شهدت عمان فترة ازدهار في تجارة النحاس قبل أكثر من 4000 سنة.